نحن فتيات الروابي نحو قمم محلقات فتيات الروابي في الأفاق المسلسل اللي صار عالمي هلأ طلع من الأردن من طاقم وجهود أردنية. هذا الإشي كتير بيسعدني، وأنا متأكدة زي ما حبوا بنات الجزء الأول أنا متأكدة رح يحبوا يتعلقوا بالشخصيات من الجزء الثاني. وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على جيل المراهقين، خلينا نحكي بشكل عام، وتأثيرها على الصحة النفسية للمراهقين. هاي الحياة اللي المثالية اللي عم نشوفها أونلاين مقارنة بالواقع اللي احنا عم نعيشه. ما بفرجي حدا اني بعمل مصايب، يعني هيك من تحت لتحت، يعني قدام المس والاهالي انا بيرفكت جيرل. سيزن 2 اصلا يعني المظله تبعتها انه تاثير السوشيال ميديا على نفسيات البنات، وكيف هم بيصيروا they want to seek validation، وكيف بيقارنوا حالهم بالناس وبيصيروا يقارنوا بحالهم شيء انه هو اصلا مش حقيقي. طبعا فانه بتحكي عن قصه ست بنات وانه كيف بيوقعوا بهاي الاغلاط اللي هي من سبب واحدة من الاسباب هي السوشيال ميديا. كتير قوية وكتير شادة على حالها لأنها كتير بتدافع عن صحباتها. She's so caring to the point where it's aggressive. هلا أنا كتير حبيت كلهم، حضرت أول سيزن و I fell in love with كل كاركتر، بس بحس بلكي نوف. إذا في حد لازم يكون زعلان فهي أنا. انت كنت بتقدري، كان بايدك تغيري الرولز اللي بتحكي عنها. We're just friends, tell her. كنت بتعرفي بهالمسخرة؟ لا. Oh my god! كمان موضوع هذا الجزء كثير من المواضيع المهمة، يعني بطرح قضايا مهمة، حلو تنطرح بيناتنا وبين بعض، وحلو الواحد يشوف يتفرج ايش في ايش عم تطلع من ناحية القصة، ويحس انه هو حس مع وحدة من الشخصيات. They're next. هاي كل حدا، شكرا كثير انكم شفتوا هاي المقابله، استمتعتوا، انا جاوب على اسئلتكم. باي.